أما هلأ وصلنا لمحطتنا الطبية زينب، وكل يوم عم نحاول من خلال الدكاترة المختصين نحكي عن موضوع بخص كورونا. كتير تساؤلات ما زالت حول المرض وأعراضه. اليوم رح نحكي عن مرض كورونا الفيروس إذا صاب المرأة الحامل. ما زال في تساؤلات حول هذا الموضوع، كيف ممكن تنصاب المرأة الحامل، شو ممكن يأثر عليها، وكيف هل بتقدر تنقل هي الفيروس للجنين، بتقدر تاخذ أدوية من الأدوية اللي عم ينحكى عليها لعلاج الفيروس، وغيرها من الاستفسارات رح نتعرف على إجابتها مع دكتورنا الدكتور مهند نمورة، اختصاصي بالتوليد وأمراض النساء. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. يا أهلا، يسعد صباحك دكتور. يعني عم نحكي عن موضوع هلأ شاغل كتير بال النساء، وخايفين بصراحة أنه حتى إذا بدون عم يحسوا إذا بدون يروحوا على المشفى حتى يولدوا. فخلينا نعرف هلأ الفيتامين دائما يعطى للمرأة الحامل لتقوية مناعتها بالأساس، هل ممكن يأثر فيروس كورونا أكثر على الحامل، وهل ممكن في إجراء معين ممكن تتبعه للوقاية؟ تمام، صباح الخير. بالنسبة لفيروس كورونا، نسبة إصابة السيدات الحوامل نفس نسبة إصابة أي شخص ثاني، يعني ما في زيادة بإصابة الحوامل، بعكس فيروسات سابقة كانت موجودة قبل مثل السارس أو الإنفلونزا الإسبانية، كان وقتها نسبة إصابة الحامل أكثر. إذا نسبة إصابة الحامل نفسها، معظم إصابات الحوامل إصابات خفيفة لأنه عمر الحوامل هن عمر صغير، يعني بين 20-30 سنة، يعني هن شابات وبالتالي مناعتهم قوية. بالنسبة للفيتامينات، نحن بشكل روتيني السيدة الحامل مدعومة بمجموعة من الفيتامينات، فيتامين سي بنعطي حديد، وبنعطي فيتامين د وكالسيوم وزين، كل هذا له دور بتقوية مناعتها وحصانتها لفيروس كورونا. إذا انصابت حتكون إن شاء الله غالبة الإصابات خفيفة، ونفس الشيء بنكمل بنفس الروتين تبع الفيتامينات. نعم، يعني دكتور سمعنا عن حالات بالعالم نحكى عنها اللي هو انتقال الفيروس من الأم إلى الجنين. خلينا نحكي عن هاي الحالات، وهل بتقدر الأم أساساً خلال فترة الحمل إذا لا قدر الله انصابت بالفيروس إنه ما تصيب ابنها، ولا لا هي إصابة محتمة يعني؟ تمام، بالنسبة للانتقال الفيروس من الأم الحامل إلى جنينها، لحد الآن عليها إشارة استفهام، بس معظم الدراسات، والدراسات طبعا قليلة وعلى كم قليل من السيدات، يعني على 45 مريضة في دراسة بريطانية، 62 مريضة دراسة أمريكية، إنه الفيروس لا ينتقل عبر المشيمة، ومعظم إصابات المواليد حدثت قرب الولادة، يعني أثناء عملية الولادة وبعدها انتقل الفيروس للجنين، يعني للمولود. لذلك إصابة الجنين أثناء الحمل غالبا ما لحد الآن ما في. دكتور، يعني بما أنه عم نحكي عن تقوية المناعة وخاصة للمرأة الحامل، في أدوية معينة مسموحة أو ممنوعة؟ في مثلا حتى بالغذاء بتعرف مثلا بتقلك ما باكل بقدونس، ما بشرب زنجبيل، في قصص ممنوعة على الحامل، أو يمكن هي منعتها بتخاف من قيل وقال أنه تستخدمها. شو الممنوع والمسموح بهذا الموضوع كأدوية وكنظام غذائي؟ تمام، هلأ الفيتامينات اللي نازلة بكل النشرات من أجل تقوية جهاز المناعي بكورونا للتصدي لكورونا كلها مسموحة أعطاء أثناء الحمل، يعني فيتامين د والفيتامين سي والزنك مسموح أعطائهم بالحمل. دواء الالتهاب الأزيتروميسين اللي بنستخدمه كمان مشان للوقاية من إنتان ثانوي أثناء كورونا كمان يستخدم أثناء الحمل. معظم الفيتامينات تستخدم أثناء الحمل. نعم، يعني دكتور هلا حكيت سالناك وحكينا عن انه اذا بينصاب الجنين من الام او لا. طيب خلينا نحكي بفتره الحمل نفسها، هل في شيء وقائي زياده ممكن تعمله المراه الحامل حتى تحمي حالها، ولا نفس الاجراءات الوقائيه اللي بتعملها اي شخص فينا عم يوقي حاله يوميا؟ السيده الحامل عندها وضع حساس اكثر من غيرها، انه هي بدها تحمي حالها وتحمي جنينها، وهي عندها وضع فيزيولوجي معين ممكن يكون ضايق نفسها، تعبانة أصلا من الحمل. لذلك يفضل هي تأخذ إجراءات وقائية أكثر من الناس العاديين، يعني تضل ببيتها ما تطلع إلا إلا عند الضرورة. حتى إذا كتبنا لها إحنا كأطباء أخصائيين تحاليل، تحاول تجيب المخبري على البيت، يأخذ دم بالبيت، ما تروح على المخبر وتجتمع مع العالم. الزيارات للمشفى تكون فقط أثناء عملية الولادة أو عملية قيصرية، يعني إجراءات وقائية ضرورية زيادة، وتلبس كمامة وتبع الاجتماعي عند الحامل أكثر، لأنه في عنا خوف عليها كونه مسؤولة هي عن صحتها وصحة الجنين.
نعم، خلينا نحكي لك عن، بما أنه حكينا هيك بشكل عام عن الوقاية للمرأة الحامل، هل مثلا صادفتك حالة أو سمعت بحالة حست بأعراض كورونا هي وحامل؟ شو النصائح اللي كانت يعني عم تعطيها لهي المرأة؟ خلال الأسبوع الماضي والعشر أيام الماضية كتير صادفنا سيدات أعراض صريحة لكورونا، بس معظم الإصابات هي إصابات خفيفة. كثير سيدات حكوا معي هني حوامل بالأشهر المتوسطة بالرابع والخامس والسادس، وهني عندهم فقدان لحاسة الذوق والشم وارتفاع حرارة خفيف وهن عام، وهي أعراض كورونا بدون ما نعملها PCR، بدون ما نعملها مسحة، وتعاملنا مع أنه ترتاحي وتستخدمي المسكن سيتامول وتستخدمي الفيتامينات، وبعدين لا تراجعينها على العيادة مشان ما تعدي الطاقة الكادر الطبي والتمريضي وما تعدي المرضى الثانيين. شفنا مرضى كتير تعافوا من كورونا ووضعهم منيح وما في إصابات للجنين، ما في بين أنه الجنين انصاب أو أصبح مريض، يبدو إصابة الجنين مهملة أكيد أثناء الحمل. أكيد. طيب دكتور، بشكل عام اليوم كثير من السيدات بيتخوفوا صاروا من الإصابة بأي فيروس، إن كان فيروس كورونا كان الفيروسات الثانية، في بعض المضادات اللي عم تنوصف، إن كان الأدوية مضادات حيوية إن كان مضادات فيروسية، هل بتقدر تأخذ السيدة الحامل هذا الدواء؟ يعني إذا حست حالة تعبانة أو هي جسمها ممكن يكون في بعض الأشخاص جسمهم ضعيف تعبانة. يعني ما حتى لو كانت حامل وصبية بس جسمها ضعيف، هل في مسموح معين بأدوية ممكن تأخذها؟ طبعاً للسيدة الحامل مسموح بأي عرض أو أي مرض أصابها أنه في أدوية خاصة تستخدم بالحمل، يعني إذا احتجنا مضاد حيوي طبعاً في مضادات حيوية كتير بتنعطى للحامل، إذا احتاجت مسكن طبعاً في عندنا سيتامول آمن، الفيتامينات كمان عندنا الفيتامين سي، فيتامينات بي كومبلكس، فيتامين دال، كل هذا آمن أثناء الحمل. نحن ما عندنا مشكلة بإعطاء الأدوية إلا باستشارة الطبيب، يعني كمان الإبر كمان فينا نعطي أبر بي كومبلكس أو نوربيون، فيها نعطي أي شيء، والسيد الحامل إذا اضطرينا مركب لها سيروم فينا نعطي مضاد إقياء، بس كله باستشارة الطبيب. مو كل مضادات الإقياء بتنعطى للحامل، مو كل المضادات الحيوية، إذا لازم هي تكون على اتصال مع دكتورة وهو يقرر المعالجة. لا سمح الله إذا احتاجت دخول مشفى هون بيصير في عناية بين عناية طبية وعناية صدرية أو عناية تخدير، يعني عناية مركزة، وهون ممكن ناخذ قرارات أحيانا أنه مثلا إذا السيدة حامل وهي بالشهر التاسع واحتاجت دخول عناية أو أكسجين ممكن ناخذ قرار توليدها مشان نخلص الطبيب العناية من قصة الحمل ويلتفت لموضوع العناية بالفيروس. دكتور، يعني حكينا نحن عن النظام الغذائي للمرأة اللي حست بأعراض، خلينا نحكي كمان شوية عن يمكن في بعض المشروبات أو الأعشاب اللي كمان أي حدا بحس بأعراض موصوفة أنه تتاخد يعني لتخفيف الألم أو الجهاز التنفسي. هدول القصص مثلا مثل الزعتر البري، الزنجبيل، الليمون، تعرف اكثر من شيء، تمام، ممكن المراه الحامل تستخدمه؟ ممكن نستخدم زهورات بابونج مشان اذا عندها الم بالعوم، ممكن شاي، ممكن نبتعد شوي عن اللي ممكن تعمل شوي تقلصات، يعني احنا ما كثير بنحب الزنجبيل والقرفه، بس هو اكيد الزهورات والبابونج والشاي مسموح. نعم أكيد. يعني اليوم معلومات كتير عطيتنا إياها دكتور، ولكن قبل ما نختم حديثنا مع حضرتك أهم النصائح تلخص لنا إياها بما يخص المرأة الحامل واللي أيضا خلينا نقول بالأشهر الأولى يعني بالأرضاع، وخصوصا أنه قلت إذا بدها تنصاب الجنين أو ينصاب تمام. بيكون من خلال الولادة تمام. فأهم النصائح اللي بتحب توجهها على ذكر الأرضاع، سيد الحامل سيد المرضع المصابة بكورونا مسموح ترضع وليدة، لأنه الفيروس لا ينتقل عبر حليب الأم واللي هو الأهم لمناعة الطفل. تمام. الحليب هو طبعا الحليب موجود فيه الجلوبينات المناعية اللي بترفع له المناعة للجنين، طبعا لازم الأم تأخذ وقاية بالتعقيم ولبس كمامة، ولكن مسموح حسب توصيات يونيسف مسموح إرضاع وليدة للسيدة المصابة بكورونا. طبعا من نصائحنا دائما أنه السيدة الحامل تأخذ احتياط أكثر، تباعد اجتماعي، ما تطلع للسوق دائما،
طبعا دائما بواجهنا مشكله انه بدهم يحضروا للمولود، بدها تدور اسواق الحريقه والصالحيه والحمراء انه تخفف شوي، ممكن تعتمد على التسوق الالكتروني تشتري اغراضها، لانه بيروحوا مشاوير كثير ليحضروا لدياره الطفل. يعني تختصر من مشاوير اجتماعيه لانه اصابتها يعني بتلبكنا شوي كونه نحن خايفين على الجنين. طبعا معظم الاصابات اللي واجهناها خلال ازمه كورونا اصابات بسيطه، ولا مريضه بعرفها انا من مرضانا انه احتاجت عنايه مشدده او احتاجت اكسجين، معظمه اصابات بسيطه وقريب عادي ومرض. وفي سيدات ولدنا تمت الولاده بعد الاصابه والوضع جيد. نعم، احنا بنتمنى طبعا السلامه والصحه لكل نساء الحوامل تحديدا، لكل الناس يديروا بالهم على حالهم، القصه مو لعبه ابدا دائما بنقول، يعني والوقايه خير من قنطار علاج دائما، هذا شعارنا بهي المرحله. شكرا لوجودك معنا وكل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. شكرا لكم. شكرا لك دكتور، وشكرا لكل النصائح اللي قدمتها. شكرا.